ديمونة مفاعل نووي بمرحلة الخطر الاستراتيجي. يعد مفاعل ديمونة النووي أو مركز الأبحاث النووية أهم منشآت نووية إسرائيلية، ويقع في صحراء النقب جنوبي أراضي فلسطين 1948 وسط أشجار عالية. وتفيد تقارير علمية وصور أقمار اصطناعية بأن ديمونة قد دخل في مرحلة الخطر الاستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي. وقد أنشئ سنة 1957 وبدأ تشغيله في ديسمبر 1963 بطاقة 26 ميجاوات. يعمل فيه نحو 2700 عالم وتقني، وهو مكون من 8 طوابق تحت الأرض يعالج فيها الوقود النووي المحترق، وهي المرحلة الأولى لإنتاج القنبلة الذرية التي تنقل إلى مكان آخر لتخزن أو تحمل على صواريخ. ولهذا المفاعل قدرة كبيرة على إنتاج البلوتونيوم بمقدار 9 كيلوغرامات سنويا، بحيث تكفي لإنتاج قنبلة ذرية بقدرة تفجير قدرها 20 كيلوطن، وهي نفس القوة التفجيرية للقنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة ناغازاكي اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية. وتفيد تقارير علمية وصور أقمار اصطناعية بأن ديمونة قد دخل في مرحلة الخطر الاستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي، ويظهر ذلك من خلال تصدعه وتحوله إلى مصدر محتمل لكارثة إنسانية تحصد أرواح مئات الآلاف من الضحايا إن لم يكن الملايين. واستنادا إلى التقارير العلمية وصور الأقمار الصناعية الفرنسية والروسية التي نشرتها مجلة جينز انتليجنس ريفيو المتخصصة في المسائل الدفاعية والصادرة في لندن سنة 1999، فإن مبنى المفاعل يعاني أضرار جسيمة بسبب الإشعاع النيتروني الذي ينتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى، مما يجعله قابلا للتصدع. فقد تآكلت جدران المفاعل العازلة بسبب قدمه، كما أن أساساته تشققت وربما تنهار لتحدث كارثة نووية ضخمة. وعلى الرغم من استبدال بعض الأجزاء من المفاعل، فإن هناك خلافا جديا يدور حول ما إن كان من الأفضل وقف العمل في المفاعل تماما قبل وقوع الكارثة. ففي سنة 2011 طلب دوف خونين رئيس اللجنة المشتركة للصحة والبيئة في الكنيست الإسرائيلي بمراقبة خارجية غير عسكرية لمفاعل ديمونة، مؤكدا وجود اتفاق في أوساط العلماء على أن المفاعل قديم ويجب تفكيكه. وقال خونين، وهو نائب إسرائيلي يساري، إن الكارثة التي وقعت في اليابان في إشارة إلى حادث مفاعل فوكوشيما تجعل من غير المقبول من الآن فصاعدا القبول بغياب أي مراقبة مدنية على المفاعل. وتابع، لقد حان الوقت لإعادة النظر في مفاعل إسرائيل النووي. ليس من الممكن الاستمرار في الاحتفاظ بتلك القضية في الظلام دون أي تحليلات حقيقية بشأن المجازفات والمخاطر. إن ثمن ذلك ربما يكون باهظا للغاية لمواطني إسرائيل. في سياق متصل، يرى الخبراء أن إصابة الكثير من سكان المناطق المحيطة بالمفاعل والعاملين فيها أيضا بالأمراض السرطانية كان بسبب تسرب إشعاعات منه. وقد كشف تقرير أعدته القناة الإسرائيلية الثانية في أبريل 2004 أن العشرات من عمال المفاعل النووي ماتوا بعد إصابتهم بالسرطان، بينما ترفض إدارة المفاعل والحكومة الربط بين إصابتهم ومن ثم موتهم والإشعاعات المتسربة. وبعد ذلك بعشر سنوات بثت القناة الإسرائيلية العاشرة في ماي 2015 تحقيقا جريئا وغير مسبوق تحت عنوان السر المعتم فرن ديمونة، كشفت من خلاله إصابة المئات من علماء من عمال وموظفي المفاعل بالسرطان في ظل محاولة السلطات طمس الحقيقة. ويرجح الطبيب المتخصص في أمراض السرطان شوكت علي في حديث للجزيرة نت في 11 ماي 2015 وجود علاقة سببية مباشرة بين العمل في المفاعل وكثرة العاملين المصابين بالمرض، مؤكدا أن معلومات عن مفاعلات نووية مشابهة في العالم تدل على ذلك. وهناك مفاعل فرنسي بني في الفترة نفسها أغلق قبل 20 عاما بسبب تقادمه. وأوضح علي أن هزة أرضية محتملة في منطقة الشرق السوري الإفريقي من شأنها أن تدمر هذا المفاعل النووي وتسبب كارثة خطيرة لكون مبناه قديم.